الكرياتين فوسفيت. الكرياتين هو عبارة عن بروتين موجود بالسكيلتال مصل وبالكاردياك مصل، وموجود هو طبعا بكل يعني بهواي أماكن، ولكن إحنا اللي نريد نقوله شنو؟ أنه الكرياتين يندمج مع الـ ATP يكون لي كرياتين فوسفيت. هذا التفاعل يتم بتحفيز من إنزيم اسمه كرياتين كاينيز. هذا الكرياتين كاينيز موجود بالسكيلتال مصل وبالكاردياك مصل. الغاية من هذا التفاعل شنو؟ طبعا هنا عندي الكرياتين فوسفيت is a molecule that store energy. هسا الكرياتين فوسفيت هو عبارة على عكس الـ ATP، هو عبارة عن مولكيول أخزن بيها طاقة، أخزن بيها طاقة. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، هذا الكرياتين فوسفيت موجود بالمصل for rapid use، يعني موجود بالمصل بالسيتوبلازم of the skeletal muscle، حتى أقدر أستخدم هذا الكرياتين فوسفيت كطاقة، أقدر أصنع من الكرياتين فوسفيت ATP وأستخدم الATP كطاقة، يعني هو عبارة خلينا نقول عن مخزن للطاقة، هو هذا يعني المصطلح مالته. طيب when the concentration of ATP is high it can be used to derive the synthesis of creatine phosphate from creatine. يعني هذا الكرياتين هنا هو عبارة عن بروتين، عبارة عن مولكيول. أنا عندي هذا الـ ATP، لما يرتفع الـ ATP، يرتفع تركيز الـ ATP بالسيتوبلازم، أقدر أحول الـ ATP مع الكرياتين إلى كرياتين فوسفيت، كرياتين فوسفيت باستخدام الكرياتين كاينيز. ليش أحوله؟ هنا الـ ATP أنا ما أقدر، يعني لازم يكون تركيز الـ ATP داخل السيل بكمية معينة، ما أقدر يعني ما مثلا concentration لازم يكون 5 مثلا 5، ما اقدر اخليه 10 ابدا، فمن يصير فوق ال 5 لازم اسوي كرياتين فوسفيت، لانه الكرياتين فوسفيت خلي يصير ايش قد ما يصير اني اخزنه. كرياتين فوسفيت هو عباره عن مولكيول خازنه للطاقه، هاي الفكره. طيب ادي هنا ال ATP كان بي ريجينريتد، يعني مثلا اني بنفس الوقت عندي صار يعني الان مثلا اني اكلت وجبه دسمه وكذا، صار عندي كميه كبيره من ال ATP حولتها الى كرياتين فوسفيت، بعدين قمت انه اريد اسوي رياضه فاستخدمت ال ATP كله الموجود بالسال مالتي، استخدمت ال ATP كله، فش صار؟ صار ديبليشن بال ATP، يعني انخفض مستوى، انخفض الكونسنتريشن مال ATP بالسيتوبلازم مال المسل سيل مالتي، فأنا لازم أكون ATP. شلون أكون ATP؟ عندي مادة اللي هي الكرياتين فوسفيت تخزن لي ATP وتعطيني ATP بسرعة، تعطيني ATP بسرعة، فأسوي للكرياتين فوسفيت أسوي للديجريديشن حتى يعطيني ATP. فأني رجعت، يعني مو أنا كونت كرياتين فوسفيت من أنه طيته ATP، رجعت أخذت من عند الATP اللي طيت هي بهذا المعنى. طيب طبعا الATP والكرياتين فوسفيت can supply energy just for 5 to 8 seconds. يعني هذا الكرياتين فوسفيت والATP، الكونسنتريشن مال الـ ATP والكونسنتريشن مال الكرياتين فوسفيت الموجود بالمسل سيل، اذا اني اريد اروح للجيم اتمرن راح يكفيني فقط لمده من 5 إلى 8 ثواني فقط. من اريد اسوي ماكسيمال كونتراكشن اوف ذا مسل راح يكفيني 5 إلى 8 ثواني فقط. طيب ايضا عندي الكرياتين اند كرياتين فوسفيت both undergo non enzymic chemical reactions producing creatinine. يعني الكرياتين فوسفيت والكرياتين من اني استخدمه، يعني من اني اتمرن عضلاتي من امرنهن راح استخدم الكرياتين، لانه اني اساسا يعني المسل سيلز حتى تسوي كونتراكشن تحتاج الى الاي تي بي، فبالبدايه اول ما ابلش باول يعني من 2 إلى 3 ثواني راح استخدم الاي تي بي، الاي تي بي كله الموجود بالسيتوبلازم اوف ذا مسل استخدمته، بعدين من خلصته راح اروح للكرياتين فوسفيت، الكرياتين فوسفيت راح احوله الى اي تي بي، راح استخلص من عنده طاقه بصيغه اي تي بي، فاستخدمت الكرياتين فوسفيت كله. هذا الشيء او اني بالدقيق بالثانية رقم ثمانية، يعني لحد الان مروا 8 ثواني من من التمرين مالتي. بعد هذا طبعا من سويت هذا الشيء، من استخدمت الكرياتين فوسفيت والاي تي بي، اني اكو عندي ويست،
اكو عندي ويست، ويست يعني مخلفات، ذن المخلفات هن الكرياتينين. الكرياتينين راح يطلع من السيل مخلفات، مخلفات لانه انا استخدمت الكرياتين، الكرياتين فوسفيت. هذا الكرياتينين راح يطلع بالدم ولازم يعني راح يصير له سيركليشن بالدم ولازم يطلع عن طريق الكدني، لازم يطلع عن طريق الكدني لانه هو عباره عن ويست. كرياتين has no function in the body and is readily excreted via kidney، لازم يطلع من الكدني. طيب ال daily excretion of creatine يعني ال excretion عن طريق الكدني اللي يصير بالكرياتين هو من 20 إلى 26 ملي غرام لكل كيلوغرام من المسلز. اوكي ملي غرام بير كيلوغرام من ما اعتقد من المصل من اليورين. اوكي بال 24 ساعة. اوكي بهذا المعنى يعني اكو رينج معين من 20 إلى 26 هذا بالميل، اما بالفيميل من 14 إلى 22. increase اذا مثلا انا عندي الكرياتينين بالدم، ايضا هو الكرياتينين موجود بالدم، فاذا صار له increase in the blood above the normal range وبنفس الوقت صار له decrease in the urine. اوكي شو معناته هذا الشيء؟ شير may indicate renal dysfunction، يعني ممكن اذا ارتفع نسبته بالدم وهو باليورين ما قاعد يطلع عن طريق اليورين، فهذا يشير لي الى انه اكو مشكلة بالكدني. مثل اليوريا، اليوريا موجودة بالدم تفرز بسبب يعني بنسوي ميتابوليزم لي من اسوي ميتابوليزم للبروتين تطلع عندي اليوريا كويست من الميتابوليزم مال البروتين، فلازم تطلع عن طريق الكدني. اذا ما طلعت عن طريق الكدني يعني اكو مشكلة لازم اني ابحث بيها.